فإن أعداءنا يستهدفوننا بذلك، يستهدفوننا في حيائنا وعفتنا وعاداتنا الطيبة، يريدون منا أن ننسلخ من الحياء، أن ننسلخ من العادات الطيبة. ديننا جاءنا بالأصول العظيمة التي تدرأ الفتن وتتوافق مع الفطرة وتحقق المروءة، أمر المرأة بأن تستر زينتها، وقد أجمع العلماء والعقلاء على وجوب أن تستر المرأة زينتها، وإن اختلفوا في الوجه هل هو زينة تستر أو لا، والراجح أنه يجب سترها، لكن في الجملة أجمع العلماء على أن المرأة يجب عليها أن تستر زينتها. أعداؤنا يستهدفون بناتنا، يستهدفون نساءنا ليذهب عنهن الحياء، حتى تقلع البنت ما يجب عليها أن تلبسه. وإن علماءنا وولاة أمرنا وعقالنا وكبارنا لا يرضون بهذا، وعلينا جميعا أن نتقي الله في من تحت أيدينا، نلزمهم بما يجب أن يلزمهم، ونعلمهم ونحذرهم ونكلمهم بالتي هي أحسن، نبين لهم الخطر، نبين لهم ماذا يريد أعداؤنا منا،